بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الآن في فندق أنانتارا في مدينة بانكوك في تايلاند. نصور نوع من الغرف 2 bedroom suite. فندق أنانتارا فندق ممتاز، هذا النوع من الغرف 2 bedroom suite عائلي. هنا صانع القهوة ومطبخ مسقر، هنا طاولة الطعام، هنا طاولة مكتبية، صالة الجلوس. طبعا صالة الجلوس يوجد لديها بلكونة اطلالة على المدينة. فندق أنانتارا في مدينة بانكوك في تايلاند، تصوير شركة المحيط للسياحة في آسيا. هنا الصالة المنعزلة. الآن هنا مدخل الغرف، هنا الغرفة الأولى توين بيد، غرفة بسريرين، أيضا اطلالة على المدينة. تصوير شركة المحيط للسياحة في آسيا. هنا مدخل الغرفة، هنا دورة المياه الخاصة بالغرفة الأولى التوين بيد، أيضا مشتركة مع الصالة. هنا شاور، هنا يوجد شطاف، ومن ثم إلى الغرفة الأخرى كينج بيد. هذا هو مدخل الغرفة. فندق أنانتارا 2 bedroom suite، تصوير شركة المحيط للسياحة في آسيا في مدينة بانكوك في تايلاند، غرفة من نوع 2 bedroom suite في فندق أنانتارا مدينة بانكوك في تايلاند. هذا الغرفة الأخرى، مستوى راقي، يوجد بلكونة طالعة على المدينة. هنا مدخل دورة المياه للغرفة الأخرى، هنا البانيو أيضا يفتح على المدينة إطلالة، مغسلة اليد، هنا الشاور، وهنا يوجد شطاف في دورة المياه. فندق أنانتارا في مدينة بانكوك في مملكة تايلاند، نصور لكم 2 bedroom suite، تصوير شركة المحيط للسياحة في آسيا.